مرحبا، معكم كارمي شماس. كيف بده يكون اليوم الأحد 28 أدار مارس؟ اليوم القمر موجود ببرج الميزان، واليوم في عنا فول مون، يعني القمر بيكتمل اليوم ببرج الميزان بتمام الساعة 7:10 المساء توقيت العالمي، يعني صباح فجر اللي عم يتابعني بأستراليا بسيدني. القمر إذا اليوم موجود ببرج الميزان كل النهار فول مون، مفروض يكون جو كتير حلو اليوم، بيساعد الأبراج الهوائية مواليد برج الجوزاء الميزان وأيضا الدلو. كيف بده يكون نهارنا؟ البداية مع برج الحمل. اليوم مولود برج الحمل مرة واحدة بالسنة بيكون في فول مون مقابلك في برج الميزان، هذا معناته في اكتمال لعلاقة أو في نوع من وصول أو بتوصلوا إلى تسوية أو بتوصلوا إلى باب مسكر أو إلى باب مفتوح بعلاقة بقصة، مش بالضرورة تكون عائلية، مش بالضرورة تكون عاطفية، فيها تكون شو ما كان. يمكن تلتقي اليوم بشخص غريب ويصير في نوع من تجاذب الأفكار، في احتمال يصير في اصطدام بهذه الأفكار، في احتمال يكون في مزاجية أيضا اليوم، فكونوا حذرين. لأنه كوكب الزهرة موجود ببرجكم، الأكثر حظا فيها تكون مواليد 29-30-31 أدار مارس. بالنسبة لبرج الثور، اليوم اكتمال القمر في برج الميزان بشكل عندكم محطة، محطة لتعودوا لذاتكم، تفكروا شو لازم لكم، شو لازم تعملوا، كيف لازم تهتموا بحالكم، بصحتكم، بعملكم، لأنه فول مون معناتها في أفكار عم تستوي وعم بتبين صارت بوضوح، مع احتمال أنه تبين بعض القصص النواقص أو الأخطاء، إن كان بالشغل، إن كان بنظامكم الغذائي أو بتفسيركم للأمور الروتينية، فكونوا شوي منتبهين لهذه الأمور بشكل خاص. 28-29 و30 نيسان أبريل أنتوا فيكم تكونوا اليوم يمكن تكونوا الأكثر تعبا، فكونوا منتبهين شوي. كمل مع برج الجوزاء، مواليد برج الجوزاء اليوم فرحتكم مفروض تكون كبيرة مع اكتمال القمر في برج الميزان صديق لكم البيت الخامس، معناتها في احتمال انه يكون في فرح، زواج، احتفال بحدث حلو، نجاح لكم بمنافسة معينة، يمكن خبر حلو بيوصلكم من شخص، مسألة اجتماعية بتتطور، بيصير في يمكن حتى ثقة في النفس أكبر، فرحتكم كتير كبيرة، بتضحكوا كتير من كل قلبكم، بتحسوا بسعادة مش عارفين شو هي. فالأجواء اليوم كتير حلوة عند مواليد برج الجوزاء، استثمروها. في كتير ناس عم تشتغل اليوم، فبقول لهم يلي عم يشتغل اليوم إنه اليوم هو من الأيام الأكثر حظا، بيدارين روحوا للآخر، ما تخافوا من شيء، فقط إذا كنتوا من مواليد 4-5-6 حزيران يونيو كونوا جدا حذرين، لأنه كوكب المريخ يجذب المشاكل. كمل مع برج السرطان وتأثيرات الفول مون على مواليد برج السرطان، يمكن بتخلق بعض القصص العائلية، بتخلق أيضا بعض الأفكار لتحسين أجواء عائلية، ويمكن يكون في بعض التطورات يلي عم تشتغلوا عليها في بيتكم، في نفسيتكم، بأموركم الخاصة، بمكتبكم، وراءكم، كل هالأمور الخاصة، أفكاركم، مشاعركم، كل هالأمور عم بتفكروا فيها وعم بتحاولوا أنكم توصلوا إلى وضوح في رؤيتها. فيلي عم بفكر بحل نهائي في احتمال انه يبين. مرة واحدة بالسنة بيكون القمر فول مون في البيت الرابع عندكم، فحضروا حالكم الى تغييرات عائلية او الى تطورات بحياتكم الشخصية. بالنسبة لبرج الأسد، مواليد برج الأسد وكأنه شغلكم بيحمل اليوم جواب أو حل أو تطور. احتمال اليوم مواليد برج الأسد يبدأوا بأطروحة جديدة، يبدأوا بحل جديد، يروحوا بمسار مختلف، عندكم حركة كتير كبيرة، يمكن يكون في احتفالية عندكم بتطور بالعمل اليوم عم تشتغلوا، ففي احتمال أنه تطور هالأمور على ذوقكم، على ذوقكم، عندكم قدرات كتير كبيرة ما تستخفوا فيها. كلكم محظوظين اليوم بشكل خاص 15 و16 أغسطس. بالنسبة لبرج العذراء، اكتمال القمر في البيت الثاني يعني يدل انه مواليد برج العذراء عم بيفكروا بحالهم، عم بيفكروا بترتيبات جديدة ليحسنوا وضعهم النفسي المعنوي المالي ايضا، ليش لا، الدراسة ايضا. يمكن يكون في خبر حلو وكأنه استوت الفكرة وكأنه نضجت وكأنه في شيء رح يدعمكم، ففيكم تتوقعوا بين اليوم ويوم الاثنين بعض التطورات المهمة، حتى أيضا نهار الثلاثة. فمواليد برج العذراء حضروا حالكم إلى تطورات كتير حلوة تحت تأثير هالقمر البدر، لكن انتبهوا من المصاريف. الأكثر حظا فيها تكون مواليد 19-20 و21 سبتمبر.
بدأ إلى برج الميزان مع اكتمال القمر ببرجكم مرة واحدة بتصير بالسنة، احتمال انه موالي برج الميزان يكونوا على باب احتفال بحدث كتير كبير، بحدث كتير كبير بفكرة براسهم عم تتطور وعم بتصير وتفرحوا فيها قد الدنيا. اكتمال القمر في برج الميزان يحمل احتمال اجمالا يحمل احتفال، احتفال كيف مثلا عم تطوي صفحة، عم تطوي صفحة السنة، عم تبلشوا سنة جديدة، هيك مواليد برج الميزان اليوم، لأنه مرة واحدة بيكون قمر فول مون. من 6 أشهر كان في عندكم قمر جديد ببرجكم، هلا في فول مون ببرجكم، ففيكم تقولوا إنه في تطورات كتير كبيرة استوت حضرت، وفيكم حتى تستلموا الخبر اليقين اللي انتم عم تدوروا عليه. كلكم محظوظين اليوم بدون استثناء بشكل خاص 4/5/15/16 أكتوبر. بنتقل لبرج العقرب. اليوم مواليد برج العقرب فيكم تقولوا انه نهاركم شوي رايق، تاثير هالفول مون عم بيقول لكم اوكي روقوا، مش وقت تتعجلوا، مش وقت تستعجلوا، مش وقت تركضوا، هذا يوم بطيء نسبيا. اوكي كل العالم عم تركض مهايبره، اليوم في فول مون، بتطلعوا بتلاقوا واو شو حلو الفول مون. انتم بالنسبه لكم هذا الفول مون هو للرواء، للهدوء وللابتعاد عن المجازفات، فما تجازفوا، انتم بدكم تقعدوا عاقلين، انتم من الابراج اللي لازم تقعد عاقله، فقعدوا عاقلين. في كم برج لازم يقعد عاقل تحت تأثير هالفولمون، وفي بعض الأبراج لازم يركضوا ويهايبروا ويشتغلوا من كل قلبهم، انتو قعدوا شوي عاقلين. هذا الفولمون عم بيقلكم رجعوا لذاتكم، هذا وقت لقلكم لتفكروا انتو شو هي الأفكار اللي اختمرت عندكم، شو هي الأمور اللي استوت عندكم، شو بدكم مراجعة للذات مش لأي شيء آخر، وانتبهوا من تأخير وخيبات أمل. كمل مع برج القوس. هالفول مون بيساعد مواليد برج القوس، بينورهم وبيفتح قدامهم مجال للتعاون، للتجاوب، للتعاطف مع الاخرين، وبيفتح المجال للاخرين لحتى يتجاوبوا معكم، لحتى يحبوكم، وانتم لحتى تحبوهم. من الايام الحلوه لمواليد برج القوس، من الايام اللي بتنوركم، الايام يلي بتدعمكم، يلي بتحبهم، يلي بتتعاطف معكم، يوم جميل جدا بصراحه لمواليد برج القوس، مع احتمال انه يكون في صداقه يا اما عم تكتمل يا اما عم تزرعوها وعم تبين هلا. كمل مع برج الجدي. مره واحده بالسنه بيكون في فول مون في البيت العاشر باعلى نقطه عندكم بالدائره الفلكيه، اللي هي معناتها احتمال انه مواليد برج الجدي يسمعوا خبر له علاقه بشغل او بمركز او حتى بمساله عائليه مهمه جدا. مواليد برج الجدي اليوم هو هالقمر من اهم الاقمار بالنسبة لكم، من أهم الأقمار. في عدة أقمار مهمة لمواليد برج الجدي، قمر المكتمل في برج الميزان من الأبراج، من الأقمار المهمة، فأنتوا معنيين في هذا القمر البدر، بيضوي عليكم، على صفاتكم، على شغلكم، على الكواليفيكيشنز، قديش أنتوا كفؤين، وفي ناس عم تتطلع، فكونوا حذرين. لكن بعض مواليد برج الجدي يمكن يحتفلوا بتغييرات كتير كبيرة وانتو قدا وقدود، ففيكن تحتفلوا وفيكن تفرحوا، لكن ايضا هذا القمر بيحمل بعض المزاجية، فكونوا حذرين. كمل مع برج الدلو. مواليد برج الدلو يوم جميل جدا لمواليد برج الدلو، لانه هذا القمر ممتاز، موجود في برج هوائي، قمر مكتمل في برج الميزان، بيضوي على احلى صفات عندكم اياها. اكثر اشخاص مبسوطين اليوم او على الاقل محظوظين اليوم، نوعيه وقتهم حلوه، هي مواليد برج الدلو. انتم على الاقل من الابراج المحظوظه اليوم، بتولعوها، بتفرحوا، بتنبسطوا، تنجحوا، تتخطوا العقبات، واصلا ما لازم يكون في عقبات، من اجمل ايام واسهل ايام، حتى لو عم تشتغلوا اصعب امتحان اليوم مسهل. فلازم توثقوا بحالكم، نوعية الوقت ممتازة، خاصة مواليد 10 و11 شباط فبراير، انتم الأكثر حظا. بنتقل لبرج الحوت. مواليد برج الحوت اليوم في احتمال انكم تنشغلوا بملف معين انتم بحاجة له، او اشتغلتوا عليه مؤخرا من حوالي 6 أشهر، فهلأ عم بتتابعوا، هلأ عم بتتابعوا وعم تشتغلوا عليه، وفي احتمال انه تمشي القصص ويمشي حاله. فمواليد برج الحوت اليوم خلوكن منفتحين على كل شيء عم بيصير، مع احتمال انه تحلوا قصة او تسلموا هالملف الى فريق معين بيعرف فيها، فما تخافوا من شيء، ما نكون معنيين مباشرة بالقمر البدر، ما بيسبب لكم اي شيء متقلب، مع انه بحلحلكم مشاكل اليومين الماضيين. فمواليد برج الحوت اليوم نشيطين وماشي حالهم. بختم مع مولود اليوم، بقول له لمولود اليوم انه بانتظاره سنه كثير مهمه، هيدي السنه قد تجلب اهتمام
أو تسلط الضوء على علاقة حالية أو علاقة جديدة أو علاقة رح تتطور، فيها تكون عاطفية، فيها تكون مهنية أو اجتماعية، من السنين المهمين جدا جدا جدا، مع احتمال يكون في تطورات كتير كبيرة مالية إيجابية بسبب وجود كوكب الزهرة معكم مدار السنة. شهر نيسان أبريل أيار مايو آب أغسطس وأيضا شهر ديسمبر من أهم الأشهر. بدي أتمنى لكم يوم سعيد، إلى اللقاء، باي باي.